لبنى ايه في ايه؟ ايه يا مروش يا مال؟ قلتلك مليون مره لما تبقى تدخل عليا تبقى تخبط على الباب. ما تهدي كده، في ايه؟ ما تاخدنيش في دوك، مش في بينا اتفاق؟ اتفقتش معاك على حاجه. لا روقي كده، مش المفروض كنت اتكلمي ابويا الحاج عشان يديني الفلوس واسافر؟ اه هو ايه اللي بقى؟ ما انتوا مش هتلعبوا لي لبعض انتوا الاثنين، هو يهزقني وانت تثبتيني بكلمتين والموضوع يضيع ما بينكم. لما تتكلم على ابوك اتكلم عادي. شوف يا بنت انت لما اقول لا تقولي ولا اقول خلاص نزلان. الله، بس بقى اللي هيرد عليا بقولهولك. طب استني بس، ما تنزليش تكلميه وانت كده كده، هتيجي تكحليها هتعميها خالص. امال عايز ايه؟ عايزك تهدي بس كده وتنزلي، وبعدين افتكري يا لبنى انا مستقبلي كله في الكلمتين اللي انت هتقوليهم دول، حطي الكلمتين دول ياختي في دماغك وانزلي له. ماشي ماشي، بس النتيجه بقى بتاعت ربنا. ربنا يستر. بص يا دكتوره، الغساله دي نص ماتت، عايزك تعرف فيها ايه بالظبط وتقول لي عليه. اهدي لي الجاي. الله خير، يعني ما الغساله نيوز يا شفا؟ ما انا عارف انها نيوز، عايزك تقول العطل فين ونصلحه. برضه مش فاهم. انا حط الفيشه الوقت في الكهرباء تدور، تسمع الصوت تعرف العطل فين تبلغني بيه. ماشي. تعمل ايه يا بورا؟ هشغلها. مش محتاجه تشغيل ولا تجريب، هي كيمياء. الغساله دي مرتجعه ولا في كل لها فيها بوظها؟ مالكش فيها يا عمونا، انت عليك تصلحها وتقبض في الاوبشنات بتاعتك. ماشي. انا ابيض ده اخرها نشافه يا معلم. من غير ما تبقى نشافه يعني مش هتنفع تبقى غساله بعد كده ولا ايه؟ جايز غسالتك وروح اتوكل على الله وابقي نشافه. يعني مش هتنفع تبقى غساله ابدا؟ دي فيها كارته يا عم. طب ما تصلحها. هي ممكن تتغير. لا تغير؟ ما انا جاي لك ليها عبقري، مخمخ فيها كده وانا هوصل مشوار واجي لك. ده انت السعد هيدق بابك والفلوس هتجري في جنيك وتبقى زي الحلاوه، بكره تقول شفع قال باذن. طب استنى اما اقفلها خدها معاك يا شافعي. اخوك الشمرول فين؟ مش يجي يساعدنا؟ ولا انا مخلف جوز بناته بس؟ مالهم البنات بقى؟ ما انا ايدي في ايدك اهو. والله انت جدع منه، قلبك طيب وحنينه. انا مش عارف الواد ده بنراول مين، مش فاهم. طب اهدى بقى كده عشان انا نازله لك من فوق مخصوص عشان يبقى وصاك تكلميني على الفلوس اللي عايزها بخصوص تاشيره السفر. ايه الشطاره دي يا حاج؟ طب ما انت عارف اهو. ولا شطاره ولا حاجه، مفهومه. طب صلي على النبي كده يا حاج واسمعني. عليه الصلاه والسلام. خد نصيحتي، انا شايف انك تديله فلوس التاشيره وترتاح منه. منين؟ منين يا حبيبتي ما انت شايفه؟ المكتبه يا دوبك بتاكلنا يعني. استلف يا بابا، وبعدين يعني هو كمان عايز يكون مستقبله، مش احسن من وقفته مع العيال الصايعه دي على نصه الشوارع ويجي لنا كل يوم وش الفجر؟ يعني تحب بقى حد يجي لك من الاسم كده يقول لك الحق الواد صالح ممسوك في قضيه ضرب واد ولا مخدرات ولا حاجه؟ مخدرات ايه؟ انت عارفه ان اخوك بياخد مخدرات وحاجات من دي؟ لا طبعا ما بيشربش مخدرات، بس وقفته مع العيال الصايعه دي ممكن تخليه يعمل حاجه غلط. طب انا اقول لك حاجه، بلاش انت تديله الفلوس في ايده، انت روح معاه وادفعهم بنفسك. قلت ايه؟ اقول ايه؟ خلاص دي اخرها. اقول ايه؟ طب ادعي له، ادعي له بس كده وارضى عنه عشان ربنا يرضى عنه. ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه. تصدق الواد ده لعيب؟ رزقه اكتر من رزق ابوه. معلمي بعد اذنك. ايوه ده يمشي 350. ورينا يا سيدي. ماشي يعدي. سلام. بالاذن. بس عارف بقى انا خايف من ايه؟ ان الواد ده يطلع واخد غباوه ابوه وحمريته. اعتمد عليا في الموضوع ده يا معلم، انا حلاقين لك دماغه. ايه ده؟ انت حاطط رجل على رجل؟ ما اولع لك سيجاره؟ قوم يا بقف من هنا، وسخت الكرسي. انت هتصاحبني يالا؟ لا عفوا معلم العفو، كنت اخد بس قاعدة ود ومريح. ود ايه ونيلة ايه؟ امسك اديله دي. ماشي. خليه يشوف اللي فيها يحلها ويركبها. انا يا معلم اي اوامر تانية؟ ولا هتاخد وتدي معاه في الكلام وتقرفني ابعت كبش غيرك؟ لا يا معلم ده فريرة، هنفذ كل اللي انت قلت عليه يا معلم. يلا الو يا شرش، حضر فلوسك يا حبيبي، كلها سعايا وكل حاجه هتبقى لسته. الله، وانت نسيت خناقه امبارح؟ انت ايه البارون مكلت دماغك وجبت زيت؟ ايه
لا والله، لا اسد، اسد وجامد. ماشي، اما تفضل كلمني. سلام يا حبيبي. انا كده خلصت يا بابا، انا هعدي على زيزو بقى هاخده معايا عشان عايز اجيب شويه حاجات للكليه. طب ما تاخد اخوك احسن. اخده معايا فين؟ هو اصلا بيرضى يجي معايا في اي حته؟ ما بلاش زيزو الايام دي، مش عايزين مشاكل مع اخوكي، دماغه مليانه غباوه. الغباوه دي حركتين عاملهم علشان ياخد فلوس التأشيرة. طب خلي بالك من نفسك. ماشي. معاك فلوس؟ معايا. بس انت والنبي شوف هتعمل ايه كده في التأشيرة وتجيب الفلوس منين عشان هو مستني يرد عليه النهارده. يلا سلام. ربنا يدبرها بقى، هعمل ايه؟ يا نهار ابوك اسود، انتي؟ فاكرني هترجاك يا رحمة؟ لم لسانك يا بنت، انتي وغوري من هنا، مش عايز فضايح. فواد، مش تقولي الحمد لله على السلامة؟ نورتي. اشربي شوية شاي. اتفضلي اطلعي بره. ايه يا واد مالك؟ ودانك احمرت كده ليه؟ يا خجول. خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخويا الظابط احسن يعلقك؟ ما جيتش امبارح ليه؟ قطعتني قدام المطافي والشمس تنقح في دماغي والشباب اللي رايح واللي جاي عمال يعكس فيا واقول هيجي، هصعب عليه، مش ههون عليه. نسيت؟ سوري عليا. حصلت لي مصيبة زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد دخل وشافك هنا. ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنعملش حاجة غلط. لا لا سمح الله، بنسمع لبعض جدول الضرب. طب خمسة وستة بكام؟ بسبعة ونص، غوري بقى. مش هغور ومش هوديك في داهية زي المرة اللي فاتت، بس قول لي هتيجي بكرة ولا اجي اخدك؟ هاجي ورحمة أبويا لاجي، يلا بقى زق عجلك. طب هات واحدة زي أستاذة نادية لطفي فيلم الخطايا. يا بنت بتعملي ايه؟ يا واد هات بوسة. يا بنت المجانين امشي بقى. يا واد بقول لك بوسة وانا بقضك. لا. طيب استناك بقى بكره زي ما اتفقنا يا اسطى. ازيك يا لبنى؟ لبنى استنى ما اقفل المحل تاني.
زي ما بقول لك يا لبنى، واما كان قبل كده عندهم فيشه بايظه فابوها بعتها عشان اصلحها. بعد كده يمكن حاجه تاني عطلت فجايه تاني تقول لي. طب انا اعمل ايه طيب؟ جايه تقول لك والباب مقفول عليكم في الورشه؟ طب انا قلت لك قبل كده يا لبنى الباب بايظ واللي بيعلق، طب انا اعمل ايه؟ هو قفل لوحده. بنتي بتثق فيا؟ اه اثق فيك، لكن ما اثقش بقى فيها هي. طب واحنا مالنا بيها بقى؟ الله يا سلام، والله العظيم ما في حاجه. امال ايه بقى؟ استناك بقى وما تتاخرش عليا. انا والله ما في حاجه. طب هي تيجي حاجه فيكي دي؟ فكي بقى، فكي بقى، يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. ما انا كنت جاي احكي لك على الورطه اللي انا فيها اللي لما لقيتها عندك في الورشه والباب مقفول. على تاني تاني خلاص يلا هنشرب حاجه. ايه ايه لسه زعلانه؟ لا ما انا ما بعرفش ازعل منها. وانا ما اتزعلش منها مش كده؟ لا يتزعل. مش عارفه هتفهمني ولا لا. افهمك ازاي بقى وانت طالبه لي حاجه ساقعه وقهوه و... ايه؟ متغيرش الموضوع خلاص؟ قولي. انا خايفه. من امتى؟ اسمها من ايه؟ من امتى؟ انا اقصد من امتى؟ لاني عمري ما شفتك خايفه، عشان كده بقول لك من امتى؟ بعد ما دخلت الجامعه فرحت. فرحت اني حققت نص احلامي. والنص التاني انت يا زيزو. بس النص الاولاني خنق النص التاني. متبقاش معقد كده. انا مش ده اللي اقصده. زيزو انت بالنسبه لي مش مجرد حلم. انت الدنيا كلها. الدنيا اللي ما دخلتهاش ونفسي عايشه. انت حته مني ومن كل اللي فات. عارف النهارده بعد ما سبت المواعيد اللي حكيت لك عنه ده فضلت افكر فيك طول الطريق من البيت للكليه. حسيت اني خايفه انك تبعد عني، تعمل شماعتك الظروف. انا اسفه بس انا بحاول احط قدامك كل الحاجات اللي جواك واللي انا فاهماها كويس. وفاهمه اني بسهوله ممكن اتنازل عنك، وحتى لو عملت ده اعمله عشان. عشان ازاي يعني؟ لو كنت انا بالنسبه لك نص احلامك فانت يا لبنى كل احلامي. زمان واحنا عيال صغيرين كنت لما اشوفك كده طالعه من البلكونه او خارجه من المكتبه كان جسمي كله يقشعر. كنت براقبك، بخاف عليك واغير عليك، اسرقلك مزارات في الرايحه والجايه، وكل سنه كنت بتمنى تنجحي وتجيبي مجموع اكبر لحد ما تخش الجامعه. كنت بتمنى تفرحي يا لبنى زي ما تكوني بنتي. عشان كده لو عملت ده ومشيت هبقى عشان مصلحتك، صدقيني. اديك قلت بقى مصلحتي، وانا بقى مصلحتي معاك. مين قالك حاجه غير كده؟ دكتوره بتحب صايع؟ ما تقولش على نفسك كده، انت مش صايع، انت حبيبي. الظاهر ان احنا متورطين في بعض، عارف اني باصحاب ولا حبايب ولا حتى اخوات. ليه بتقول كده؟ عشان الحب مش فتوانه ولا فرد سد ولا حدوته بتنتهي في كوشه. انك تبقي مبسوطه وانت بعيده عني حب، ده بالنسبه لي حب. وليكي شايفه ابويا مات وفات لي هم على الهم. طول ما انت يائس كده هتفضل تعذبني وتعذب نفسك. انا مش عايزه اشوفك تاني ولا انت بقى تحاول تشوفني. خلاص زيزو يا معلم، خطفت من اول الشارع. ماشي يا اخويا، روح انت. ماشي يا معلم. ايه الحلاوه دي يا زيزو؟ النشافه قلبت غساله. بعت. الله يبارك لك يا معلم. اسمع الكلمتين دول بكل كيانك ودماغك.
شارع عبد العزيز مليان الكترونيات وكهربائيه صفاره تلم جيش. بس اعمل ايه؟ رزقك واسع واللقمه بتمدي اكلها. وانا بقى سدادك. اسمع عزيزو، اللي يمشي في المولد يتحمل زق الدراويش، وده مش اي مولد، لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز. شوف ابوك زقه واحده اكنه معمول من الازاز، اتفتفت 600 حته. اديني مطاطة اهو يا معلم عشان الم اللي اتكسر. طاطي ولم براحتك وعلى مهلك، بس اوعى تقب بدماغك يقع منك كل اللي لميته. ربنا يجعلنا من درويشك يا معلم ونمشي جنب الحيط. وانا موافق تبقى من درويشي، محدش هيلبسك العبايه والعمه وتتدروش غير عمك قنديل البرودي. ماشي، روح فكر في كلامي اللي قلته لك كلمه كلمه ورد عليا بكره. ولو قلت لك اني فكرت وراكب معاك من اول الخط خلاص يبقى اتفقنا، ويا دار ما داخلك شر. خد خلي دول معاك، امسك. سلام. شوف يا صالح يا ابني، الظاهر انك انت ما قدرتش تفهم ابوك، كان نفسي انك انت تفهم كده لوحدك، لكن بقى يبدو ان انا اللي لازم افهمك بنفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي اسمع الكلام اللي بيتقال. انت كمان هتشهد عليا؟ طب ما ترد السلام الاول. يا صالح انا ماليش راجل غيرك، اختك ربنا يخليها هتقعد معانا شويه ومصيرها في بيت جوزها، يعني انت راجلي سندي. طب انا قلت لك حاجه تانية يا ابويا. بيعزم عليك يعني تفكك من موضوع السفر ده وتقعد معاه؟ اه. شوف يا ابويا من غير ما تزعل مني، انا موضوع المكتبه ده ما بينزليش من زور، وانت عارف الكلام ده كويس، وكل عيش تحلم بيه في الكليه اللي انا دخلتها دي ان انا اسافر بره. يا سيدي انت مش عايز تساعدني، سيبني انا اتصرف بقى. انا قدامي واحد ممكن ياخد ربع جنيه على الجنيه، وكنت انا بخلص ربع جنيه على الجنيه. يعني ايه ربا؟ فايز انت مش عارف ان الربا حرام؟ حرام ايه بس يا ابويا؟ والمبلغ كام؟ 4000 جنيه بالتذكره بكله. طب انا هديهم لك. ربنا يخليك لينا يا ابويا ويخليك لينا يا ستي. يا غيتت يا مصلحكي. ماشي بس اسمع، الفلوس دي انا هستلفها لك، الراجل الحقيقي بقى يا سيدي علاء النعمه هبعتها لك من اول مرتب اقبضه. بس ها نقول بكره كويس. ايوه بقى يا ابويا ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سامحه بقى، سامحه والنبي عشان ربنا يفتح عليه كده ويمكن يكسب فلوس كتير يبعت لك تعمل عمره ولا حاجه. انا مش عايز منه اي حاجه، انا خايف عليه من نفسه. هو لما حضرتك هنا وانا هنا مين قاعد في المكتب؟ والله العظيم انا زهقت قفلتها وقلت اطلع استريح. طب هتنام خفيف زي عوايدك بقى ولا تتعشى معايا؟ طبعا هتعشى معاك، بس اسمعي انا عايز سندوتش جبنه بيضه وكوبايه شاي باللبن. من عينيا. تسلم عينيك يا حبيبي. استغفر الله العظيم. اتفضل يا معلم جنبيه، ده احسن صنف في السوق. وليلتكم بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. اوي 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 اوي. يلا يا حبيبي اتكل على الله، اتكل على الله. حاضر يا حبيبي. ربنا معلم. مفيش براحه قبل ما نمشي انا والمعلم. الواد انت بعافيه يا معلمي، سيبني اروح اشوف الله اللي مبسوط. انت كل يوم والتاني هتعمل لي فيلم وتقول لي ابني ومش ابني؟ لو مش عاجبك الشغل روح شوف لك معلم تاني اسرح وراه. يلا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ انا عايز المعلم رايق ومتكيف عشان لنا كلمتين نقولهم مع بعض. استنانا برضه. ماشي يا معلم. احسن حاجه عملتها والله انك غورت الواد ده. بقول لك يا شرش، عارف العيال دي؟ عجول والله، والله بربي في عجول. قلت ليش رايك في اللي قلت لك عليه؟ اللي هو ايه فكرني كده؟ الواد ده زيزو ابن عبد الرعيم. لا 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 لا، انت كمان هتعمل فيلم عليا؟ ولا فيلم ولا حاجه، بس الواد ده اخر واحد ينفع في الموضوع اللي احنا فيه ده. ده رجع الغساله فابريكا يا سيدي. ما قلناش لا، صنايعي شاطر اه،
لكن سرنا يبقى في عبه ما ينفعش. جريان ديل انت خلاص مخك باظ، ما عدتش بتعرف تقرا الناس ولا ايه؟ يعني انا اروح اجيب واد اهطل ومتداول وبعدين يطلع يبخ بره وريحتنا تطلع؟ لا، نروح لزيزو اللي مخه بيور، اول ما رجله تاخد على القرش وازاي يلمه مش هنعرف نحصله، احنا خلاص كبرنا ما عدناش نعرف نجري تاني ونتنطط يا انديل. اقول لك بصراحه انا عايز واد صحه وعافيه يعرف يقدف جامد قوي بيا وبيك لغايه ما يوصلنا الشط التاني. واول ما يوصلنا الشط التاني هتعمل فيه ايه؟ قول لي بس ايه اللي في مخك يا انديل. امتى هنفضل قاعدين زي الكلاب كده؟ هنقعدوا كده لحد لما نقلبوا ديوك، ونقعدوا نيدنوا في الفجر لحد لما الشمس تقعد تشكشك. مش باين لها انها هتتعدل يا صاحبي. ان شاء الله بيبان عليها. خلينا عايشين زي الميتين، هنشيله ونحطه زي الحمير لحد لما نشوف اخرتها ايه. ظهري وجعني يا صاحبي، ما انتش قادر اجر. الحمل تقل عليا يا صاحبي قوي، مش قادر. عايز اقول لك على حاجه، اللي ضهر قوي في الشغلانه بتاعتنا دي ما يلاقيش ياكل، لا هو ولا عياله. عشان خاطري يا صاحبي دايما ما تبصش على الزرزور اللي على الشجره، بص على اللي في ايدك بس. انا هقوم اروح. انا ابني بعافيه شويه، لو سال عليا لا اي حاجه. اعجل يا صاحبي اعجل اعجل، اشوف مصلحتك ومصلحه عيالك. يا مس زيزو. ازيك يا انور؟ الورشه نورت والله. اعمل لك شويه كده على السخان. لا، في عصير او نص فرخه على الصام عبط. وماله، اروح اجيب لك، خلي بالك من الورشه. لا بص، استنى عشان مستعجل، قفل كده وتعالى معايا. الراجل اللي انت كنت عاوزه جالي. انهي راجل؟ الجدع بتاع مواتير وبراميل الغسالات. لا ما انا شكلك صرفت نظر، بس انا مش شايف عندك سبوبه تانية. يعني مش النظريه يا صاحبي، بس انا زي ما بقول كده تقلت على المصلحه دي، مش عارف ليه مش ملمسه معايا. بقول لك، قول لي، ما عندكش ايسيهات للكارثة دي؟ بقى تعالى دور بنفسك، بس لو اتاخر بقى تعالى بكره. بس انا كنت بقفل في الراجل جالي، قلت اجي اديك خبر. سلام يا حبي. دنجا دنجا. سلام يا ابو النور. مفيش فايده، ناقصين 20 جنيه. والنعمه يا خالتي زي ما بقول لك كده، وراح مطلع باكو من جيبه وادها 20 جنيه. قلت له بتبعث فلوسك ليه يا زيزو؟ قام شخط فيا وقال لي وانت مالك انت؟ دي مرات واحد صاحبي. طب انا عايز اسالك على حاجه، احنا ايش عرفنا انها مرات واحد صاحبه؟ ها؟ طب اللي شفتيها معاه دي حلوه اموره زي كده يا مريم؟ حلوه اموره ايه يا خالتي؟ شكلها سوابق، دي واخده بشله كده في خدها. ده انا قاطع شوف حاجه بره، يجي يوجع بين الناس وبعضيها ويكدرنا ليه؟ وانت مالك انت؟ بتكلم مع خالتي. اما هي خالتك صح بتملي قلبها بالزعل ناحيه ولدها ليه؟ وانت ايش اخششك انت في كلامنا؟ ها فهميني بس يا بنت. انت وهي بقى ذنب وشك يعني؟ يجي من بره ويلاقي امه شايله منه، تنامي على المخده كيف بالليل بعد كل اللي عملتيه ده؟ يا خالتي مين دي؟ قبل ما دب صوابعي في عينيها خرقها لها. والطهره الشريفه يا صفرا انت اللي كسر عقلك. بس يا بنت انت وهي بقى خلاص، وانا مش مالي. انتوا عاملينها دي صوت جاي باخر الشارع. اهلا ملاك الرحمه. اهو جلاب النصايب وصل اهو يا خالتي. والله لا موتها. اشجان حاضر يا عبد العزيز. ده انا شكلي انا طلعت غلطانه في الاخر ولا ايه؟ حته تخبص عليا يا بنت الخباصه، وانا فاكره تستوري عليا. اهو سمعتيها بودانك اهو. بقول لك ايه؟ ما تبقيش حقنه، خليك ميكروكرون بتاع التمريض وفاهمه. والله معهد التمريض احسن مش عارف ياخد حته دبلوم. والله انا قطعك تقطيع. قوم قوم يلا يلا يا بنت روحي ناسك انت. يلا امشي. خد ياما. ما انتش محتاجهم دول. تعالى يا اشجان عايزك. ايه؟ رايح فين يا عبد العزيز؟ يلا اسكتي بقى، الاوضه مفتوحه قدامك اهو. طيب يا اخويا هما داخلين الاوضه لوحدهم ولا ايه؟ عارفه بانهم متجوزين واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ خدي يا اشجان. لا ما عايزاش. ما هم مش ليكي، ما تخافيش. ما تديهم لي ليه؟ عيني امي معاكي. ايوه بس
بس ايه بقى؟ الله، ما بقولك مش ليكي. ايوه فهمت دي، لكن اشيلهم معايا من ورا مرت خالي ولا اقول لها؟ ما تقول لهاش. واه واه ايه تاني؟ انا ما بحبش كده، حد الله الظاهر انها من حاجه عايشه. ما تحسني ملفظك بقى. بقول لك، قول لها انك هتشيلهم معايا وانا مش هقول لها انهم معايا. لا نصحى يا بنت نصحى. بضحك معاك. لا فلوسك تشيلها معاك، ولا تقول لي ولا تقول لحد. وبعدين بقى في الليله المنيله دي الحكايه وعره كده، شيلهم في بنك. ايه؟ ايه؟ فهمت. عايزني اقولها زيكم كده، بنك. خلي الفلوس معاك. هاخدهم منك بقى. لقيتها شبرو. ارغي. احنا بنصطاد سمك بسمك. قول من غير نصاحة. البضاعة دي مشبوهة والحكومة شباها. احنا نجيب واحد نعمله دودة. دودة؟ طعم يعني. الحكومة تقفشه ونخش احنا في عز المعجدة نسلك البضاعة وتطير زي العصافير. اصطاد سمك بسمك. السلامة يا بكرو. هي دي خطة الفجورة جدنا. ايه؟ بس مين بقى السمكة اللي هنصطاد بيها السمك بتاعنا؟ نصطاد سمك بسمك. السلام. السلام يا بكرو. نصطاد سمك بسمك. وصاد الصوت ده بقى طالع من عند ابو مين؟ اجز رقبتك يعني دلوقتي؟ يا بكرو. ها؟ والعيش والملح والصحوبية اللي بينا. دايما تجر دعب كده يا عم وتصعب عليا. نصطاد سمك بسمك يا جدع. اوعى بقى. ماشي يا بكرو. طيب طيب طيب، قلت نفسك يا اللي بتخبط ليه يا اختي كده على الصبح؟ انا ناقصه ليه يا اختي انت؟ ايه ده؟ مين انت؟ فين زيزو؟ هتفضلي تشوحيلي بالبضاعه دي كتير؟ فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحه انت؟ زبونه. قولي له زبونه. غسالتي بايظة بتهرب وعندي كوم غسيل قد كده ونفسي أغسل. تهرب ايه؟ زبون ايه؟ هو محل حلاقة؟ البيوت لها حرمة والناس لسه نايمة. طب خشي صحي قوام يلا. انتي هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. ايه اللي بتتركز المية دي؟ مين اللي كان بيخبط يا جيجان؟ صحتك بنت الملكومه دي. مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا انا عندي مصلحه مهمه. مين اللي كان بيخبط؟ واحده مقطوعه كده بتقول زبونه غسلتها خربانه، وهي خربانه. زبونه؟ وانا من امتى بتجيب زباين لحد البيت؟ رايح فين؟ رايح دوره الميه. هجيب لك بشكير وغيار. طيب لا ما انا مش هستحمى. هتعمل ايه؟ هشقلب في دوره الميه. ايه يا جيجان؟ الناس بتعمل ايه في دوره الميه يعني؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار ابيض. استنيني بقى. يا نهار اسود. انتوا مين؟ أمّا! يا أمّا! فين يا بنتي عشقان؟ عبد العزيز بيصرخ ليه؟ ما عرفاش يا مرت خال. أمّال هو فين؟ في الحمام. ها؟ بصريش كده، بصريش كده، بصريش كده! يا أمّا! بتعمل ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ ياما مين اللي جوه ده ياما؟ هو مين ده يا ابني؟ الا ايه ياما ده؟ ده كلام برضه؟ قصدك الديك الرومي دي اشتريتهولك اشكال؟ ولا ديك رومي ولا جبنه رومي، وبعدين ده خيال ياما. كل ما ابص لي يبص لي بجنب عينيه كده، ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ وانت سايبه الدنيا دي كلها وجايه على دوره الميه تحط فيها ديك رومي؟ ما الواحد يصرف نفسه وين بقى ان شاء الله؟ في البلكونه؟ لا البلكونه فيها فروج وكتاكيت وثلاث ارانب. لا
ده انت ناوي تجننيني يا اما تهجني من البيت اصلا. حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس. صبرك بس 6 و8 شهور والخير كله ان شاء الله. لو انت فاكرين هستنى في المورستان ده 6 و8 شهور، انا عايز ارجع ما الاقيش كتكوت في البيت. طب يا حبيبي خش انت بس كمل وانا هصرفهم لك. تزربنش كده. كمل فين بس يا اما ما قطعت خلاص، ابقى اشوف اي دوره ميه في الطريق وانا ماشي. هو مين اللي كان بيسال عليا؟ وانت حتى لا حمار ولا اخضر ومتقصعه كده وعريانه. اسمها سماء ولا مستنياك تحت؟ هقول هي طالما عريانه قول حاجه ولا ايه؟ لا ما بقولش اي حاجه، عايز ارجع ما الاقيش حاجه في البيت. ها ماشي ماشي الخلق كده مش ضروري. انت اتجننتي اتهبلتي؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هذبح ولا هرجع لاصحابه ولا ايه؟ رجع اصحابه ايه بس ما تحطوش في الحمام، يبقى حطيه في البلكونه. فتحي بقى فتحي. يا جامد يلا يا معفن. خرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربه؟ هلعن اللي حصلت تجي للمنطقه عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن امك. تعالى مين البنت الصعيديه اللي عندكم فوق دي؟ وانتي مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك، البيت جنانك في ساعه واحده. خليك تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي يا اختي. والنبي طعم كده وحلو وانت قلبك كويس. شوف يلا خلي الراجل يمشي. عايز تشربي ايه؟ يا اخويا احنا لحقنا، ده انا لسه داخله، احنا فسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت، تحت امر حضرتك. تعالى هنا انت اتقمصت. تحت امرك يا فندم. يا اخويا هناكل هنفطر، ما فطرناش. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد 2 سجق و2 كفته وترشي وميه عشان نبلع. وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدني ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس، تحت امرك تحت امرك. وبقول لك ايه، ورحمه اهلك كلهم نرميك في النيل واقول ما شفتش. يا فندم انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه سعادتك يا فندم. انت جاي تعملي فضايح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت؟ سرحان في ايه؟ ده يكون شكلي عجبك ولبسي حلو؟ وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك. تعرفي بقى ان انت مش ناوي تجيبيها البر؟ وانا لو اعرف انك جايه شارع عبد العزيز والله العظيم ما كنت جيت معاكي يا مروه. في ايه بس يا بنتي؟ انا جايه اصالحها وفي حاجه دي؟ طب وانت عرفتي عنوانها بقى ازاي يا مروه؟ هي مش اسمها لبنى لطفي وساكنه هنا في شارع عبد العزيز؟ بسيطه جدا. استنى استنى يا ريس، مكتبة الحاج لطفي فين؟ على الشمال على طول هنا. شكرا يا ريس. شفتي يا ستي ادينا وصلنا اهو. عاوزاكي بقى تشوفي من غيرها لما تفتح الباب وتلاقي لها قدامك يا مروه. اه منظري يجنن. عشان خاطري بلاش، ويلا نرجع. انزلي انزلي، يمكن يكون حظها حلو وتكون راحت مشوار. يلا. لو سمحتي يا أنسة ممكن. اهلا اهلا، ازيك يا مروه؟ خطو عزيز. والله كويس. كمان بتقفي في المكتبه بنفسك؟ اه، وساعات برش ميه وبكنسها كمان. نورتوا شارع عبد العزيز. انتوا ايه اللي جابكم الناحيه دي؟ احنا كنا هنا في مشوار وقلنا نيجي نشوف. طب تمام، تشربوا حاجه ساقعه بقى ولا ايه؟ ما بلاش، لحسن باباكي يزعق لك انك بتصرفي من ايراد المكتبه. ايه الافلام العربي القديمه اللي بتتفرجي عليها دي؟ ها حاجه ساقعه؟ ماشي ماشي يا ناس. 2 حاجه ساقعه مش هيلموها حياتك. مكتبتك حلوه قوي على فكره. والله كويس، انا كنت فاكراه مجرد كشك كده ومكان التصوير. تحبيه للدرجه دي؟ هو مين الكابتشين؟ ما تقصري كده وبلاش حركات الثانوي دي. اللي انا اعرفه بقى ان البنت الجدعه بتمد ايديها وتاخد اللي هي عايزاه. لا اصل انت ما تعرفنيش، انا ما اخدش حاجه واقف عليها دبانه. تبقي صدرانيه شاطره، عشان ساعات الدبانه ممكن تموت بني ادم، وساعات كده تلاقي بالونه حلوه قوي وكبيره وملونه، واول ما يجي جنبها دبوس فس تبقى ولا حاجه. ايه يا عم فطوطه انت وهي؟ ايه شغل فوازير رمضان ده؟ السائع يا دكتوره وعلى حسابي كمان. تشكر يا ذوق، ابن بلده كلك مفهوميه. الحاجه الساقعه. ميرسي، انا اصلي عامله دايت. انا بقى هشرب ومش كده وبس، لا ده انا هاخد اجنده كمان وفوقيها قلم كمان فوق البيعه يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام، ابويا الحاج لطفي. معلش ما بيسلمش على بنات عشان بيبقى دايما متوضي. زمايلي في الكليه يا بابا. اهلا وسهلا، نورتوا. طب ما طلعتوش فوق ليه؟ معلش اصل هما ماشيين، اصل مروه مستعجله. تردي الزياره بقى. الزمالك فيلا رقم 7 والعنوان مكتوب عندي. معلش مش هقدر، ما انت عارفه بقى، يا اما فوق بذاكر يا اما في الكليه يا اما هنا برش ميه. نورتيني. سلام.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك؟ كلامك ناشف قوي كده ليه؟ ماشي يا بنت السفير السابق. ايه؟ السفير السابق ايه؟ ولا حاجة يا بابا. بس يظهر ان الواحد لازم يطلع ضوافره عشان اللي ما يختشيش يخاف. انا طالعة. ضوافر ايه؟ ويخاف ايه؟ ويختفي؟ البت دي مالها النهارده؟